وبالعودة إلى الانتهاكات التي تحصل في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان السيدة إيناس زايد. أهلا ومرحبا بك ست إيناس. نعم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. بداية، منظمة العفو الدولية تقول إن مصير 643 شخصا اختطفتهم ميليشيات الحشد ما زال مجهولا. أنتم كيف تقيمون الملف الحقوقي في العراق؟ نعم، الملف الحقوقي في العراق فعليا مغيب تماما. العراق الآن يمر في أزمة إنسانية هي الأسوأ التي تمر على البلاد هناك، بالإضافة إلى الدمار والتشريد وأزمة نقص الغذاء والدواء، بالإضافة إلى تفشي الأمراض. هناك ما يزال القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، ويعني هذا يتم من قبل أفراد من الحكومة العراقية، بالإضافة إلى الميليشيات الموالية لها كالحشد الشعبي وغيرها. هذا الملف الذي تطرقنا له نحن كمرصد أورو متوسطي في العديد من المرات، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، نظرا لخطورته في ظل الصمت الدولي إزاء ملف المختطفين في العراق، والذين من ضمنهم مختطفو مدينة الصقلاوية الذين بلغ عددهم 643 عراقي مختفون ولا يعرف مصيرهم منذ عام 2016 إلى الآن. هذه يعني هذا العدد من الرجال والأطفال فعليا تم التطرق يعني لمسألتهم ولوضعهم أكثر من مرة، وتم تشكيل يعني لجنة تحقيق من قبل الحكومة العراقية، بالإضافة إلى لجنة تحقيق من قبل السلطات المحلية في مدينة الأنبار، إلى أنه ولغاية الآن لم يكن هناك أي يعني نتائج لهذا التحقيق، ولم يكن هناك أي إجراء جدي باتجاه الإفراج عن هؤلاء المختطفين أو حتى معرفة مصيرهم من قبل أهاليهم وذويهم. هذا المسألة أو هذا الملف على وجه التحديد لابد من السعي الجاد من قبل الحكومة العراقية للتطرق له، وأيضا للبحث عن من هم المتورطون في مسألة اختفاء هؤلاء الأشخاص. طيب، يعني ألا تعتقدين أن قضية الإخفاء القسري تحولت من حالة أو حالتين إلى ظاهرة في العراق؟ وبرأيكم ما هي الدوافع التي تقف وراء ذلك؟ يعني الاختفاء القسري او الاختطاف، لانه يعني يتم عن طريق ايضا ميليشيات غير تابعه للسلطه العامه، هذا الامر يعني يخشى بان يصبح منهجا يعني متبع في العراق، ويخشى ايضا ان يكون قد وصل الى مرحله الاختطاف بدافع الانتقام لدوافع شخصيه. يعني هناك توجه من اجل يعني الاختطاف من اجل دوافع شخصيه والانتقام لاسباب شخصيه، هذا الامر يدعمه فعليا سياسه الافلات من العقاب التي يعني يحصل اي مجرم وفقا لها على اعفاء او يعني عدم مساءله عن الجرائم التي يرتكبها. هذا الامر ايضا نراه تقصيرا واضحا من جانب الحكومه العراقيه للوصول الى العداله وانصاف المدنيين والضحايا، وايضا معاقبه كل شخص متورط. يعني هذه جريمه، وهذه جريمه تنتهك القانون العراقي، ولا بد من ان يتم المحاسبه كل الاشخاص المتورطين فيها. طيب، برايكم يعني ما الذي يفترض على الحكومه ان تقوم به تجاه هذه الظاهره وفق المواثيق الدوليه؟ الحكومة العراقية الآن هي السلطة الشرعية وال يعني المخولة بحفظ أمان وسلامة المدنيين والمواطنين في العراق. يعني لم يتولى صناع القرار في العراق مناصبهم تشريفا ولم يحصلوا عليها لمكافأة، هناك التزامات دولية تقع على عاتق كافة هؤلاء الأشخاص المسؤولين، وإن ثبت تقصيرهم في مسألة أو تهاونهم حتى في مسألة توفير الأمن والحماية للمدنيين، فهذا الأمر سوف يعرضهم وفقا للقانون الدولي للمساءلة الدولية، وربما أيضا للمحاكمة أمام المحاكم الدولية في حال تم ثبوت ضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب. كيف تعلقين على ما صرح به أو ما صرحت به عفوا عائلات المفقودين من أنهم واجهوا عقوبات أو عقبات إدارية عندما حاولوا الإبلاغ عن اختفاء ذويهم؟
يعني هذا من وجهة نظري يعتبر قرينة واضحة على تورط السلطات في العراق في مسألة يعني أو ضلوعهم في مسألة الجرائم التي ترتكب وجرائم الاختطاف على وجه التحديد. هذا الأمر يجدر البحث فيه بجدية لمحاسبة كل شخص يعني يضع الصعوبات في وجه من يقومون بالإبلاغ عن هؤلاء المفقودين، وأي طرف معني في يعني أو يعني متورط في مسألة وضع هؤلاء الأشخاص في أماكن احتجاز غير معروفة، هذا الشخص يجب أن فورا أن تتم محاكمته وأن يتم البحث عمن يقوم بتوجيهه ومن يقوم بأيضا إدارة هذه المعتقلات بعيدا عن يد السلطة. ميليشيات الحشد اتهمت من قبل الأهالي وذلك في شهاداتهم لمنظمة العفو الدولية، اتهمتهم بأنهم وراء ظاهرة الإخفاء القسري. برأيك من يقف وراء حماية هذه الميليشيات؟ أي طرف يعني يسهل أو ييسر أو يحمي أي جريمة أو يتستر حتى على أي جريمة هو معرض للمسؤولية، ولا بد لكافة هذه الجهات أن يعني تكون تحت المراقبة وتحت المساءلة. لا يمكن التهاون مع أي شخص أو أي جهة حتى وإن كانت السلطات العامة أو حتى أفراد من الحكومة العراقية. إن كان هناك من يتستر على هؤلاء الأشخاص ويعلم بارتكاب هذه الجرائم فهذا يجعله موضع المسؤولية، ولا بد من محاكمته على الفور ومن إنصاف أيضا الضحايا والأشخاص الذين تضرروا جراء هذه الأفعال. نعم، مستشارة قانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان السيدة إنا زايد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.